السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الثانية قسم الصيدلة كلية المصطفى الجامعة. معكم المهندس مدرس مساعد عمر واثق طه. طبعا راح نعطيكم مادة الحاسوب. مادة الحاسوب راح ناخذ بيها الوورد وتفاصيله، المايكروسوفت وورد وتفاصيله. طبعا هذا البي دي اف راح ادز لكم اياه بالجوجل كلاس روم. البي دي اف ده يحكي عن مايكروسوفت 2010، حاليا اكو حتى 2019 ل 2020. اللي راح اشرح لكم اني هذا البي دي اف ك 2010، وراح اطبق لكم على مايكروسوفت وورد 2019، واذا اكو اختلاف انا راح اوضح لكم اياها، ولكن هي كمبدئيا هي نفس الشيء 2019 من 2010 الى 2019، بعض التغييرات البسيطه اللي راح نشوفها، اذا اكو اختلاف راح اوضح لكم اياها. طبعا هاي اللي راح ادز لكم اياها البي دي اف بكل التفاصيل، وهاي هنا المحتويات مال المحاضرات مالتنا راح تكون هنا، هاي تفاصيلها اذا تحبون تطلعوا عليها. راح نحاول نغطي اكبر قدر من هذا الكتاب. فبالبدايه التشابتر الاول راح نشوف مقدمه على مايكروسوفت، شلون نتعامل ويا الوورد والدوكيومنت، وشلون نتعامل ويا الهيلب سيستم والى اخره. الكثير منكم يعرف عن المايكروسوفت وورد، لكن بيفة تفاصيل مو كل يعرف بيها، بيفة شغلات راح تكون جديدة عليكم، هواية جزء من الناس ما يعرفوها، هواية من الطلاب ما يعرفوها، اكو هواية تفاصيل بالمايكروسوفت وورد، يعني واحد اذا يريد يصير محترف فيه يحتاج لوقت كلش هواية. راح احاول اغطي قدر الاساسيات الممكنة من البرنامج في سبيل انه نغطي اكبر قدر ممكن من البرنامج. بالبداية خلنا ناخذ مقدمة على المايكروسوفت. هو شنو المايكروسوفت؟ هو از وورد بروسيسرز، هو عبارة عن يعني متحكم مال الكلمات او مال الحروف، سوفت وير. هو طبعا عبارة عن سوفت وير ذات وي كان كريت ا فاريتي اوف ديفرنت دوكيومنتس سيتش از ا ليتر، سنجل فايل ريبورت، ملتي فايل ريبورت، بوكس، بروشورز، نيوز ليتر and web pages. هاي كل الشغلات ممكن انت تسويها بمايكروسوفت وورد. تقدر تسوي انت مثلا فد رسالة معينة، ممكن تسوي فد ريبوت معين، ممكن تسوي ملتي فايل ريبوت، يعني فد ريبوت بس بعدة فايلات، ممكن تسوي كتاب، ممكن تسوي البروشورات، ممكن تسوي فد نص خبري، ممكن تسوي ويب بيج. ويب بيج نقصد بيه اي صفحة ويب مثل هاي، هسه هاي نسميها ويب بيج اللي هي مال جوجل او اي شيء اخر، هاي سموها ويب بيج. زين شنو اللي انا اقدر اسوي بالمايكروسوفت وورد؟ مايكروسوفت وورد طبعا تقدر تسوي كرييتنج، تقدر تسوي ملف جديد، اديتنج عندك ملف تقدر تعدل عليه، فورماتنج تقدر تعيد صياغه فد ملف معين، ستورنج تخزن الملف اللي انت سويته، تقدر انت ملف خازن ترجع تفتحه من جديد، وبالإضافة انه تقدر تطبع الفايل. وين انا ممكن استخدم المايكروسوفت وورد؟ مايكروسوفت وورد استخداماته كلش هواية، ممكن انا استخدمه بالبيت، ممكن استخدمه بالسكول او يعني بالمدرسة او بالجامعة او بالكلية، بالعمل، بأي مكان انا احتاج بي اكتب فد ملاحظة، اكتب بي فد رسالة، اكتب بي اي شيء، اي شيء انت تريد تكتبه تقدر تستخدم الوورد. بالسكول الوورد may be used for writing homework، مثلا ممكن تستخدم بي homework، ممكن تستخدم تكتب بي thesis، ممكن research note، time table، او اي شيء، او اي certificates، اي شيء. هاي الشغلات ممكن تساعدك اذا تريد تسويها، الوورد يساعدك على انه تسويها. طبعا بالبزنس بالبيبل وركينج ممكن انت تسوي اي شغله، مثلا ترسل فد فاكس، ممكن تسوي ريبورتس، ممكن تسوي بزنس كارد، اي شيء تحتاج تسوي بالايميل تسوي عن طريق الوورد. ممكن تكتب السي في مالتك اللي هي السيره الذاتيه، ان شاء الله بعد التخرج مالتكم اذا احتاجيتوها راح تحتاجون تكتبوها بواسطه الوورد. كل هاي الشغلات ممكن تسويها بواسطه الوورد. الويب بيج، البيجز ممكن انت تصنع ويب بيجز، يعني تصمم فد صفحه معينه، هي اكو لغات خاصه تصمم لك هاي، بس انت ممكن تسويها عن طريق المايكروسوفت وورد. بس لكن فد شيء كلش بسيط، يقول لك سمبل ويب بيج.
البروشور النيوز ليترز اند اذر دوكيومنت وذ كومبلكس بيج لاي اوت. اذا انت تحتاج يعني فد كومبلكس بيج لاي اوت ممكن تستخدم مايكروسوفت وورد. ممكن تطبع اي دوكيومنت انت سويته، ممكن تطبع عن طريق فالطابعة موصلة بالكمبيوتر ماتك، تطبع عن طريق الوورد او الى اخره. التابل وتابل اوف نمبرز اور اذر داتا ممكن انت تسوي بالمايكروسوفت وورد. هو عاده المايكروسوفت اكسل هو مختص بهاي الشغلات التابل والنمبرز والى اخره، بس ممكن انت تنظم فد تابل معين عن طريق المايكروسوفت اكسل وتصدره للوورد، او ممكن انت تنشئ فد تابل معين بواسطه الوورد وتتحكم بيه وتضيف عليه وتمسح منه شغلات. بالبداية خل نعرف أنا شلون أفتح برنامج الوورد. أنت إذا منصب مسبقا على الحاسبة ماتك بكل سهولة راح تروح على الستار، من الستار راح تدور على المايكروسوفت وورد، هذا راح تفتحه، راح تكون هاي الواجهة ماتك. هاي بالبداية أنت هاي ملفات فاتحها سابقا، منها ممكن نيو بلانك دوكيومنت راح يفتح لك صفحة فارغة، هاي شكل الوورد أول ما تفتحه. أو ممكن أنت إذا تريد تسوي فد ملف معين كليك أيمن نيو راح تلقى مايكروسوفت وورد، راح تفتحه وتسميه فد اسم معين أنت شنو اللي يعجبك. وراح تفتحه راح تطلع لك بهاي الصيغة مالته، وراح نشرح بالتفاصيل عن شغلة شغلة بالوورد. هنا انا شارح لك اياها، هنا طبعا الويندوز مالته 7 وانا شرحته بالويندوز 10، هي نفس الشيء. ممكن اقول لك تروح على سيلكت الله بروجرام اند بوينت تو مايكروسوفت اوفيس، قد تلقى المايكرو مجموعه المايكروسوفت مجموعه بفولدر واحد مثل هذا الفولدر، او ممكن تكون يعني كل واحد على حده مثل هسان. هنا انا عندي الباوربوينت واحد، البولشر واحد، الوورد واحد، الاكسل واحد، تمام. فكل حسب نظام الكمبيوتر اللي قاعد تتعامل وياه، ممكن قاعد تتعامل مثلا ويا ماكنتوش او الى اخره، كل نظام يتعامل بحدة عن اخر. اول ما تفتح قلنا صفحة الوورد راح تلقاها بهذا الشكل. راح نشرح نحاول نغطي اكبر قدر من هاي التفاصيل الموجودة بالاعلى ونشوف تفاصيلها. هنا بالبداية عندك فايل تاب، إذا تريد تفتح دوكيومنت، إذا تريد سيف دوكيومنت أو إلى آخره. الريبون هذا تحتوي على سيريز أوف تابس اللي هي الهوم والإنسيرت والبيج لاي أوت، بعدين راح نشوف تفاصيلها وحدة وحدة. هنا الإنسيرت بوينت اللي نسميه كروسر، هذا هنا أنت وين تريد تكتب مثل ما نشوفه هنا وين ما أني مأشر هنا بالضبط. هنا راح يشوفك انه انت بعض المعلومات عن الوورد ماتك، فمثلا هنا باللغة الانجليزية ممكن تكتب باللغة العربية او الى اخره. هنا كم بيج وكم ووردز، كم كلمة انت ممكن تكتب. هسه انا هاي كتبت كلمة، هاي كلمة ثانية، كلمة ثالثة، كلمة رابعة او الى اخره. ممكن حتى يقول لك كم كاركتر موجود، مجرد ما تضغط على كلمة وورد راح يعطيك تفاصيل كاملة، كم بيج اكو، كم كلمة، كم كاركتر without no space، كم كاركتر ويا السبيس، لأن أنا عندي أربع سبيسات كتبت، سبيس نقصد بالفراغ، كم باراجراف موجود، كم لاين موجود. أنتم تتابعون على هاي التفاصيل، مجرد ما تضغط هنا راح يعطيك كل التفاصيل، تمام. هنا راح يطلع لك إذا عندك أكثر من بيج راح يعطيك تفاصيل البيج أو إلى آخره. من هاي الجهة راح يشوف لك التايتل بار. تايتل بار نقصد به تايتل بار راح تشوف اسم الوورد اللي انت قاعد تشتغل عليه ومسميه باي ديفولت دوكيومنت 1، وراح يشوفك هاي التفاصيل هنا موجوده. مثلا قال لك المينيمايز ذا ريبون، هاي تقصد بها مثلا ممكن تنزل وتصعد بصفحه الوورد، ممكن تصغر وتسويها فول سكرين من هنا، ممكن تطلع من الصفحه كلها. انت اذا ممكن تحتاج مساعدة اي شيء، طبعا هنا انا كاتب لك الهيلب، هذا المايكروسوفت 10 من مايكروسوفت الـ 2019، راح تلقى هنا بار جديد اسمه هيلب، راح تضغط عليه وراح تلقى هنا هيلب، راح يعطيك تفاصيل او معلومات عن اي شيء تحتاجه.
شنو تريد تكتب هنا، أنا راح يعطيك كل التفاصيل حتى جيت ستارتنج شلون تبدي وشلون تكتب والى اخره. هنا السكرول بار اذا انت عندك صفحة تريد تنزل وتصعد عن طريق هاي، او ممكن بالماوس عن طريق السكرول، زر السكرول الموجود بالماوس. هنا بعض التفاصيل مثل الزومينج والى اخره، مثلا انت تريد تسوي زوم للبيج عن طريق هذا، او ممكن تسوي زوم اوت وزوم ان عن طريق هذا البار الموجود. من هنا نسوي ريد مود، يعني ما تقدر تعدل على الهاي، مجرد بس تقرا ايش تكتب، واذا تريد تخرج من هذا الريد مجرد تدوس اسكيب بالكيبورد هاي خرجك من هذا المود. هنا ممكن يشوفك اياها بشكل ويب بيج، مثل ما اتفقنا انه الوورد يصمم لك ويب بيج، شلون راح يكون شكله بالويب بيج، مجرد ما ترجع على المود اللي بالنص اللي ممكن تعدل وتكتب عليه. فالريبون هو يعني فد located on the top of document area in Word. It consists of a series of tabs، متكون من سلسلة من التابات، مثل ما نشوف هنا اكو الهوم والانسيرت والديزاين واللاي اوت والريفرنس والمايلينج والريفيو والفيو والهيلب والى اخره. هاي بعدين راح نشوف تفاصيلها ونحاول نغطي اكبر قدر منها. فانت ممكن تضغط على كل واحد على مود تستخدم على كل واحد، مثل ما شفنا قبل شوية التنقل بين بار وبار. انت ممكن اكو فد مختصرات هنا اذا تحب تساعدك، يعني ما تريد مثلا واحد ممكن يريد يستخدم الكيبورد بدل الماوس ويتنقل بين هذين التابات، مجرد ما انت هنا تضغط على كلمة Alt بالكيبورد راح يطلع لك المختصرات. فمثلا تريد تروح على الانسيرت، ايش رامز لك هنا؟ حرف N، فتدوس Ctrl وحرف N راح يحولك وين؟ على الانسيرت. تريد تروح على مثلا شو نقول الكفر بيج اللي هي هنا، راح تدوس كنترول وحرف في راح يوديك على الكفر بيج والى اخره. فانت اذا تريد تستخدم الكيبورد كمختصرات مجرد تدوس حرف الت راح يعطيك كل التفاصيل. مثلا ردت تروح على الديزاين راح تدوس كنترول وجي وليس حرف الجي مثل ما كاتب لك اياه هنا. تريد تطلع شنو عندك ديزاينات تدوس كنترول اس راح يطلع لك هاي القائمه، وتختار اي شيء من اللي تريده عن طريق الكيبورد بالاسهم وتضغط انتر راح يعطيك الديزاين اللي انت تريده او الى اخره. هاي انا شارح لك التفاصيل، قايل لك انه تستخدم حرف الالت على مود يطلع لك هاي الحروف اللي انت ممكن تستخدمها. ونعطيك فد مثال، قايل لك ممكن اذا رحنا هنا ودسنا الت ممكن تروح على اللاي اوت تدوس كنترول بي، انت تريد تسوي له اورينتيشن الصفحه ممكن تسويها بالطول وبالعرض راح تدوس كنترول او راح يطلع لك هاي، تختار بالاسهم الـ بالطول او بالعرض. واذا دستها وتريد تخفيها مجرد ترجع تدوس الت راح تختفي هاي التفاصيل. الفايل ذا فايل تاب اند الباك ستيج، خلينا نشوف هذا شنو الفايل تاب. الفايل تاب هسه اذا نضغط عليه من نروح للوورد على الفايل راح ينطيك هاي التفاصيل، كل وحده بها تسوي فد تفصيله من التفاصيل. فممكن تضغط على نيو راح يفتح لك اكو نماذج جاهزه من شركه مايكروسوفت. ممكن تفتح بلانك دوكيومنت راح يفتح لك دوكيومنت فارغ، ممكن انت تروح نيو نعطيك هنا نماذج ويلكم تو وورد دي يعلمك شلون اول شيء الوورد. ممكن نعطيك هنا اذا انت تريد تسوي فد سيفي معين راح تضغط عليه ومجرد بس تعدل عليه، هذا جاهز وكامل، مجرد بس تعدل عليه التفاصيل اللي انت تحتاجها. فهاي نماذج جاهزه من شركه مايكروسوفت مجرد ما تعدل عليها، مثلا قد تحتاج الى كالندر، سوي فد كالندر معين مجرد دوس كرييت على مود يسوي له داونلود وراح يطلع لك الكالندر تمام. وهذا ممكن ليا شهر انت تخليه مي 2020 تمام، نعطيك هاي التفاصيل مال شهر مي 2020، ممكن اضيف ملاحظات على كل يوم او الى اخره. فهذني تمبليتات جاهزة ممكن انت تستخدمها من شركة مايكروسوفت. ما اريد اسيف بعدين راح اشوف طريقة التسييف.
تمام والى اخره. انا اعطيك هاي التفاصيل، مقال لك انه اكو فد تيمبليتات جاهزه ممكن تستخدمها، وممكن تستخدم البلانك دوكيمنت اللي هو فارغ وتبدي تعدل عليه من الصفر. فهنا انا نعطيك فد نموذج دا يقول لك انت اذا تريد تبدي تكتب فد نص معين. فبالبدايه قال لك انه اكو فد تيمبليتات مثل بلانك دوكيمنت ممكن تسوي له كرييت. طبعا بقيه التفاصيل ما شفناها. ممكن تسوي اوبن، تريد تفتح فد فايل عندك موجود مخزون سابقا، ممكن تسوي سيف، هسه راح نشوف تفاصيلها، والبرنت والشير والى اخره. فبالبداية انت اول شيء ورا ما فتحت فد نص او فايل جديد، خلينا نقول اول ما تفتح راح يكون عندك بهذا الشكل، او خلينا نفتح فايل نيو بلانك دوكيومنت راح يطلع لك بهذا الشكل. تبدي تكتب النص مالتك، شلون تبدي تكتبه؟ اول شيء انت اذا تختار يا لغه، اذا لغه عربيه او لغه انجليزيه، اذا لغه انجليزيه راح تبدي تكتب، راح تلقى هذا المؤشر على جهه اليسار وتبدي تكتب. طبعا اذا تحب تكتب باللغه العربيه هذا الكروس راح تخليه من الجهه اليمين وتحول اللغه مال الحاسب مالتك باللغه العربيه وتبدي تكتب اي نص انت تريده. اما اذا تريد تكتب باللغه الانجليزيه فالافضل انه تحوله من هاي الجهه وتحول الكيبورد مالتك للغه الانجليزيه وتبدي تكتب. Dear student مثلا students، وتبدي تكتب الرساله اللي انت تريدها، مجرد تدخل الحروف اللي موجوده على الكيبورد وتبدي تبدي النصوص تطلع عندك. فهنا انا اعطيك فد مثال على فد رساله معينه. I am a student مثلا، دا اريد اقدم رساله بريزيدنت مالته، كتب دير بريزيدنت وضغط انتر، راح ينزل نص. اذا انت تريد تنزل نص دير ستودنت وتبدي تكتب مثلا هاي ستودنت، تبدي تدخل الحروف مالت الرساله مالتك وش تحب تكتب بيها تكتب. اذا تريد تنزل سطر جديد تضغط على انتر راح ينزل لك سطر جديد. فانا نعطيك في التيمبلت معين تكتبه او الى اخره. اذا انت مثلا يعجبك في التيمبلتات معينه من شركه مايكروسوفت، ممكن انت تروح على فايل نيو، راح تلقى هنا سيرش فور اونلاين تيمبلت. اذا تريد عن في التيمبلت معين مثلا تريد تكتب ريبورت راح تسوي بحث، راح يسوي لك اونلاين، راح يطلع لك تيمبلتات تخص الريبورت وانت تعدل عليه اذا يعجبك. ستودنت ريبورت او اي تيمبلت راح تلقاه هذا اونلاين، مجرد ما تضغط عليه تسوي له كرييت راح يسوي داونلود، راح يطلع لك هذا التيمبلت انت مجرد ما تعدل عليه. فبالتالي اكو تيمبلتات اونلاين واكو تيمبلتات يعني هي موجوده بشركه مايكروسوفت جاهزه، وانت ممكن تسوي فد فايل فارغ وتبدي تعدل عليه. اذا انت تريد تسيف اي دوكيومنت، طبعا ورا ما كتبنا الدوكيومنت مالتنا وردت تسيفه راح تروح على فايل، اكو هنا سيف. طبعا هنا طلع لي سيف اس لان انا ما مسيفه مسبقا، فانت راح تسوي سيف او ممكن سيف اذا انت راح اخزنه، راح تسوي له سيف. راح يقول لك اختار المكان اللي تريد تخزنه به مثلا بال على الديسكتوب او على اي مكان انت تختار، وسمي فد اسم دير ستودنت مثلا سميته، هو نط اسم مقترح على اعتبار اول نص كتبناه سيبناه بمكان معين. مثلا عدلت على هذا على هذا الدوكيومنت وتريد السيف بس بفايل ثاني راح تدوس سيف اس، من تدوس سيف راح يخزن هذا الفايل. مثلا الى هنا انت خزنته، كتبت فد نص جديد بس تريده فايل جديد، فراح تروح على فايل سيف اس، من السيف اس راح تدوس ديسكتوب خلينا نسميه 2 وراح تنطيه سيف. فبالتالي راح يكون عندك فايل. هسه اذا اروح على الديسكتوب راح نلقى هذا دير ستودنت ودير ستودنت 2. شنو الفرق بيناتهم؟ هذا راح تلقى بيه فقط سطرين لان انا انطيت سيف، والدير ستودنت 2 راح تلقى بيه 3 اسطر لان اني كتبت عدلت عليه بعدين سويت له سيف اس. فهذا الفرق بين السيف والسيف اس. هنا نعطيك فد نصائح، اذا تريد سيف سمي نيو فولدر وتبدي تخلي بيه الفايلات او الى اخره. سيف اس ممكن مثل ما شفنا سيف اس، او ممكن
تستخدم المختصر اللي هو F12، راح تضغط عليه راح يطلع لك المختصر مال السيف اس، او انت اذا تريد بالكيبورد تدوس كنترول اس راح يسوي سيف والى اخره. طبعا ممكن انت تسيفه بصيغ اخرى غير صيغه الوورد او المايكروسوفت وورد، تروح على فايل بنسوي له سيف اس، مثلا اختاريت هذا المكان، من هنا تحدد الصيغة اللي انت تريد سيف بيها، مثلا تريد تسوي بورد 97 2003، وورد تيمبليت، كوورد تيمبليت تخلي كبي دي اف تخزنه، وهذا اكثر شيوعا احنا يعني نستخدمه، ممكن تخزنه كويب بيج او الى اخره، اي صيغة من هاي الصيغة اللي انت تريدها ممكن تختارها وتسيف بيها. اكو هنا دا يقول لك اكو عدة فايلات، لكن الصيغة المعروفة للوورد اللي هي docx اللي ممكن تعدل عليها عن طريق الوورد، مثل ما نشوف هي docx. هسه هذا الفايل ما طالع هنا، ندوس كليك يمين على الفولدر بروبرتيز راح نلقى الصيغة مالته docx، هو عبارة عن صيغة ممكن تتعامل وياها ويا برنامج مايكروسوفت وورد. انت اذا نفترض عندك فد فولدر، خلنا نطلع من هذين كلهن، دونت سيف، فد فولدر معين خازنة تريد تفتحه وتريد تعدل عليه، ممكن تروح عليه وتدوس عليه دبل كليك راح ينفتح عندك الفولدر. ممكن تروح على فايل اوبن، من الاوبن تختار الفولدر لان هذا مخزون سابقا، او تختار فولدر وتختار وين انت خازنه، راح تلقى دير ستودنت مثل 2 وراح ينفتح عندك وممكن تروح تعدل عليه. هذا ذاكر لك هاي التفاصيل شلون تسوي اوبن الاي فولدر. طبعا انت ما تقدر مثلا اذا خزنت فولدر بصيغه بي دي اف ما تقدر تفتحها بالوورد لان صارت صيغته بي دي اف، راح تحتاج الى برنامج خاص يقرا البي دي اف، بينما اذا هو بصيغه الدي او سي اكس فهذا الصيغه الاساسيه للوورد راح تقدر تعدل عليه. اذا كان بصيغه الدي او تي ام اللي هو عباره عن ماكروس او بروجرام كود راح تلقاه بهاي الصيغه ما راح تقدر تفتحها بالوورد، واذا بصيغه الويب بيج راح تلقاه بصيغه دوت اتش تي ام ال. فضروري تعرف الوورد شنو الصيغه مالته، والويب دوكيومنت شنو الصيغه مالته اللي هو اتش تي ام ال، والادوبي ريدر دوكيومنت شنو الصيغه مالته اللي هو البي دي اف. ممكن بصيغه ثانيه انت يعني بدل ما تروح على فايل وسيف، هنا راح تلقى سيف وتخزن الفولدر اللي انت تريده، ممكن تضغط على هذا السهم تروح على اوبن اللي هو راح يفتح لك هذا الفولدر اللي هنا، ممكن مجرد تضغط عليه بسهوله راح يفتح لك الاوبن. هاي الاندو هاي التفاصيل بعدين راح نشوفها ونشوف تفاصيلها. ممكن انت تعدل عن الـ عن تعدل بهاي الايقونات اللي موجوده لي فوق عن طريق شنو، هنا انا قايل لك تروح على الكويك اكسس تول بار، تروح على الكويك اكسس تول بار بواسطه هذا السهم تحط صح على اي ايقونه اللي تريدها، مثل البرنتنج او البريفيو برنتنج، هاي ممكن على الكويك برنتنج، مجرد بس ما تضغط عليها بعد راح تشوف تفاصيلها على الاديتور او الى اخره. من هنا هاي التفاصيل كلها انت اي ايقونه يعجبك تضيفها تضيفها، اللي بعدها راح تشوف تفاصيلها. طبعا بالاضافه على هاي التفاصيل انت ممكن تحول الدوكيومنت ماتك الى من صيغه الى صيغه اخرى، مجرد راح تروح على الفايل راح تلقى كونفرت او اكسبورت، صيغه الاكسبورت، ومن هنا تقدر تسوي بي دي اف، تقدر تسوي الى اخره. الكلوزنج دوكيومنت انت اذا عدلت على فت فولدر معين نريد اسد اي فولدر، مجرد ما اضغط على هاي الاكس راح تطلع لك هاي الخيارات في حال انت كنت معدل على على الفولدر، فممكن تسوي له سيف، ممكن تسوي له دون سيف وتطلع من عده بدون تعديلات، ممكن تسوي له كانسل وترجع للفولدر اللي انت عليه. دوكيومنت فيو ممكن انت تشوف الصيغه اللي صايره عليه الوورد،
يعني راح تروح على الفايل على الفيو، ممكن انت تشوفه بصيغة الريد مود اللي هو هذا شكلها، مجرد بس قراءة ماكو تعديل. اذا تخرج من هاي الصيغة راح تدوس اسكيب، ممكن تخلي على برنت لاي اوت شلون راح ينطبع، ممكن تسوي بالويب بيج او الى اخر شلون شكله بالويب بيج او الى اخره. ممكن انت تسوي له زوم، يعني تكبر وتصغر بالفولدر، قلنا عن طريق هذا البار الموجود لي جوا، وممكن من الفيو على الزوم هنا، وتختار انت الحجم اللي انت تريده، مثلا 200%، 100%، 75%، او ممكن من هنا تعدل على الحجم اللي انت تريده. ممكن انت تدز او تسوي شير لاي دوكيومنت انت كاتبه، مثلا هذا كتبته تريد تسوي له شيرنج بواسطه الايميل او الى اخره، راح اروح من الفايل راح تلقى هنا شير بواسطه ايميل، مثلا سيند از اتاتشمنت بالايميل، ودخل التفاصيل، طبعا هاي التفاصيل مالت الايميل والى اخره، تسوي سيت اب للايميل، بعدين تقدر تدزه بالطريقه اللي انت تعجبك. الهيلب حكينا عليها، قلنا الهيلب موجوده، طبعا هرجع على البرنت لاي اوت، الهيلب موجوده هنا، الفرق عن 2010 هنا صار له تاب واحد اللي هو الهيلب، هنا راح تلقى الهيلب وتكتب اي تفاصيل هنا، ممكن تدوس F1 راح يوديك على الهيلب. هنا حاكي لك فت خطوات ممكن انت تسويها بالبيت، تعال متدرب على تتدرب على اللي حكينا عليه، وحاكي لك هنا اذا تحب تطبقها في سبيل تتدرب على اللي حكينا عليه. وهنا حاطي لك فد اسئله، هاي الاسئله ركزوا عليها شويه حلوها، انا ما راح احلها، راح الحل راح يكون عليكم، اذا سؤال ما عرفتوا دزوا لي اياه احللكم اياه. الى هنا تنتهي محاضرتنا الاولى، وشكرا لكم.